عن الأستاذة أميمة. السلام ألو. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخنا؟ عامل ايه؟ كل الله عام يسترك بخير. ويبارك في سيادتك يا فندم. يا رب، ربنا يبارك لك. ممكن بس حضرتك تدعي لي دعوة حلوة كده؟ حاضر، وكنت عايزة أسأل حضرتك سؤال بعد إذنك. اتفضلي. أنا الحمد لله من فضل ربنا عليا، يعني أنا مكتوب كتابي، ايه؟ ووالدي والدتي مكتوب كتابي، تمام والدي والدتي الله يرحمهم. تمام دلوقتي في الوقت الحالي انا يعني حضرتك عارف ظروف بتاعت بلد والشغل وكده. استاذنك بس على صوتك، والله ما سامع. بقول لحضرتك انت عارف طبعا ظروف البلد والشغل وكده. تمام. فانا كنت هاخد من حد يعني ذهب ما يساوي ال 12,000 جنيه. فال 12,000 جنيه دول هيرجعوا له 18، وانا اصلا يعني هجيب الحاجه فوري ب 11,000 جنيه، اللي هي الاجهزه يعني. انت حضرتك كلمتني قبل كده يا استاذه اميمه؟ لا والله يا فندم، تمام أنا أول مرة أتشرف ماشي، بمكالمة حضرتك. ده على دماغي، اتفضلي يا فندم. فطبعا كنت عايزة أعرف، هي الفايدة دي هتبقى الحرام عليا ولا عليه؟ طيب انت وأنا طبعا هتاخدها ذهب؟ مجبورة. هتاخدها ذهب ولا فلوس؟ لا ذهب يا فندم مش فلوس، تمام أخده ذهب مش فلوس. تمام فأنا حتى عرضت عليه إن أنا هو يجيب لي الحاجة بفلوس، وأنا لأني سألت يعني لو هو جاب لي الحاجة وحط لي فايدة عليها وحسبت عليها، قالوا لي هيبقى حلال. فأنا مش عارفة إن هو يديني ذهب دي هيبقى إيه. اجاوبك دلوقتي يا فندم. حاضر، شكرا جدا جدا شكرا يا فندم، لحضرتك، تحت امر السلام سيادتك. عليكم. اذا بتقول يا مولانا ادعي لي، اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج همك وكربك، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيك سؤلك، اللهم امين يا رب العالمين. وانس عليك لها سؤال تاني، بتقول يا مولانا انا هاخد ذهب، واحده انا عاوزه بتجوز يعني، ابا وامي ميتين وبتجوز، واخد ذهب من واحد ب 12,000 جنيه رجعه 18,000 جنيه، ده عينه الربا. طب ما انا اروح لجمعيه، او اروح لحد متخصص، او اروح لراجل بيقسط، ان انا هجيب، يعني انت حضرتك بتقول اجهزه كهرباء ب 11,000 جنيه اجيبها منه، والقسط اللي هدفعه ل 18,000 اقوم دافعهم برضه الراجل ده. ما في ناس بتبيع بالتقسيط، والبيع بالتقسيط جائز في الشريعه الاسلاميه مش محرم، انما اخد ذهب ب 12 وارجعه 18 ده عينه الربا. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وما اتيتم من ربا اللي صوت روما اهي، وما على الشمال في نص الصفحة، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. اذا هو ربا لا يصح. شوفي اي حد بيتعامل بالقسط، وروحي حضرتك او اي جمعية متخصصة حالتك معروفة، هيبحثوا الحالة بتاع حضرتك، وان شاء الله يجيبوا لك الحاجة، والله تعالى اعلى واعلم.